السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفاينل ريفيجن الخاص بالانترميديت اكاونتنج. هنبدأ إن شاء الله بشابتر 15 و17، هنعمل عليهم أكتر من اكسرسايز. بعد كده هنعمل الميد تيرم اكزام از ريفيجن على البيفور ميد تيرم. ف let's start by chapter 15. كان chapter 15 بيتكلم عن ال bones وال bones table. تعالوا نبدأ بالإكسرسايز ده عشان نشوف هنعمل ازاي الجورنال انتريز الخاصة بال bones. Exercise 15.5 بيقول S company issued 2 million of bones on January 1, 2017. ايه ال 2 million دول؟ المفروض ان 2 million دول هما ال face value او ال principal الخاص بال bones. و issued معناها باعت، يبقى ال company هنا باعت bones قيمتها 2 مليون في January 1, 2017. طيب ايه ال instructions؟ Number A, prepare the journal entry to record the issuance of bonds if they are issued at number 1, 100, number 2, 98, and number 3, 103. طيب number B, prepare the journal entry to record the redemption of bonds at maturity assuming the bonds were issued at 100. Number C, prepare the journal entry to record the redemption of bonds before maturity at 98. Assume that the balance in premium on bonds payable is 9,000. Number D, prepare the journal entry to record the conversion of bonds into 60,000 shares of $10 par value common stocks. Assume that the bonds were issued at par. طيب ديت الانستركشنز الخاصة بالمسألة. تعالوا نشوف أول يعني point by point عشان نعرف ازاي نحلها. Number A, prepare the journal entry to record the issuance of the bonds. يبقى هو عايز يعمل الجورنال انتريز الخاصة ببيع البوند ديت. لو انا بعته اول مرة ب 100، تاني مرة لو انا بعته ب 98، وتالت مرة لو انا بعته ب 103. طيب بيع البوندز يعني ايه؟ انا ببيع بوندز، ببيع بوند يعني باخد فلوس. ببيع بوند ديت او الفلوس اللي انا باخدها ديت باخدها مقابل ايه؟ باخدها مقابل الدين عليا بيتسجل، فبالتالي الكاش بيزيد في الديبت، فانا حطيت الكاش في الديبت والكريدت بحطه بالبونز بيبل. طيب البونز بيبل على طول بتتسجل بالفيس فاليو، دايما بسجل البونز بيبل بالفيس فاليو. فيس فاليو عندنا هنا هو 2 مليون. طب انا خدت كاش كام؟ نمبر 1 او الكيس الاولانيه ان انا خدت كاش ات 100. At 100 يعني انت خدت 100% من الفيس فاليو بتاعي، يعني 100% في ال 2 مليون، يعني في الاخر اخدت كاش 2 مليون. طيب يبقى كده الديبت قد الكريدت ولا لا؟ فعلا الديبت قد الكريدت، سو انا مش هقدر اعمل اي حاجه وكده الجورنال انتري خلصت. طيب نمبر 2 بيقول لي اعملي الجورنال انتري بتاع الايشونس لو انا بعته at 98. طيب برضو انا بعت بونز، يبقى انا خدت كاش مقابل في دين اتحمل عليا اسمه بونز بيبل. اول حاجه احطها هو البونز بيبل. البونز بيبل دايما بتسجل بالفيس فاليو. طيب كاش، انا خدت كاش كام؟ قال لي at 98، يعني 98% out of البونز بيبل، يعني 98% تايمز او في ال 2 مليون. طيب انا خدت دلوقتي حاجه قيمتها 2 مليون، اخدت انا فلوس 1,960,000 فيها. معنى كده ان انا عملت ايه؟ عملت ديسكاونت، عملت ديسكاونت للبوند هولدر، او عملت ديسكاونت للانفستور اللي جاي يشتري من عندي. فالديسكاونت ده اسمه ايه؟ اسمه ديسكاونت اون بونز بيبل. الديسكاونت اون بونز بيبل ده اكيد هيبقى بالفرق اللي هو 2 مليون ماينس 1,960,000، يعني 40,000. طب الديسكاونت اون بونز بيبل ده مكانه بيبقى فين؟ ده بيبقى كونترا لايبيليتي، بيتحط تحت البونز بيبل او بيتطرح من البونز بيبل. يعني انا عندي البالانس شيت برزنتيشن بحط فيها اسيتس ولايبيليتيز واونرز ايكويتي. في البارت بتاع اللايبيليتيز، اللايبيليتيز عندي فيها شورت تيرم ولونج تيرم لايبيليتي. تعالوا نبص على اللونج تيرم. اللونج تيرم لايبيليتي فيها البونز بيبل ماينس الديسكاونت اون بونز بيبل. البونز بيبل ماينس الديسكاونت هيديني حاجه اسمها كارينج فاليو او البوك فاليو. يبقى الكارينج فاليو او البوك فاليو بتاع البونز هي البونز بيبل ماينس الديسكاونت اون بونز بيبل. طيب احنا كده عملنا كيس نمبر 2. كيس نمبر 3 بيقول لي اعمل الجورنال انتري بتاع الايشونز ات 103. يعني انا بعت البونز ديت ب 103% من قيمتها، سو انا جالي كاش نتيجه للايشونز واتحمل عليا لايبيليتي اللي اسمها بونز بيبل. بونز بيبل دايما بتسجل بالفيس فاليو، وايل ان الكاش عندي هو 103% في ال 2 مليون، يعني 2,060,000. حاجه قيمتها 2 مليون، انا اخدت 2,060,000 فيها. معنى كده ان انا اخدت 60,000 زياده. الزياده دي في الاكاونتنج اسمها بريميوم اون بونز بيبل.
برضو ال premium on bonds payable ده liability account، يعني بيتحط في ال liability part في ال long term تحت ال bonds payable في ال balance sheet. طيب عشان برضو احدد منها ال carrying value، فال bonds payable plus ال premium on bonds payable هيديني ال carrying value او ال book value الخاص بال bonds payable. كده احنا عملنا اول requirement اللي هو journal entry بتاع ال issuance، واتفقنا فيه ان ال issuance معناها بيع، يعني انا باخد cash مقابل ان في bonds payable بتتحمل عليا. ساعتها بشوف او الفرق فيها ان انا بشوف الكاش انا باخده قيمته قد ايه، وده اللي بيحدد لي ان كان انا بعت at face او ان كان بعت at discount او at premium. تعالوا نفتكر تاني requirements، بيقول لي prepare the journal entry to record a redemption. يعني ايه redemption؟ redemption يعني buy back buy back or call for، او ان انا برجع اشتري تاني البوند ده، برجع اشتري تاني البوند. ليه؟ لانه خلاص انا توفر عندي فلوس، فبالتالي هروح اتخلص من الديون اللي عليا. طيب يبقى to record the redemption of the bonds at maturity assuming that the bond were issued at 100. Number C prepare the journal entry to record the redemption of the bonds before maturity and at 98 assume that in the balance in premium on bonds payable is 9000. طيب احنا اتفقنا ان الريدمشن معناه ان انا بروح اشتري تاني البوند، سو الكاش عندي بيقل نتيجه ان انا بدفع فلوس، وكمان البوندز بيبل بتقل لان انا بتخلص من اللايبيليتي اللي عليا. طيب لما يكون الريدمشن ده ات ماتيوريتي، ده معناه ان انا خلاص خلصت الخمس سنين، فدايما كل الفلوس اللي انا هاجي ادفعها هتبقى الفيس فاليو على طول. يبقى اول نمبر بي ريدمشن اوف ذا بوند ات ماتيوريتي، الكاش هيقل يروح في الكريدت، وكمان البونز بيبل هتقل فهتروح في الديبت بالفيس فاليو الاثنين. ليه؟ لان انا خلاص انا ات ماتيوريتي، سو انا خلصت الخمس سنين بتاعتي او ثلاث سنين او خلصت البيريد بتاعت البونز بتاعتي، فبالتالي ناقص بس الفيس فاليو ان انا ادفعه. طب نمبر سي طالب مني ريدمشن اوف بونز لكن بيفور ماتيوريتي، قبل الفتره بتاعه البوند ما تخلص، سو انا برضو بعمل ريدمشن، يعني بدفع كاش، يعني الكاش بيقل. طب انا بدفع كاش ليه؟ عشان اخلص من اللايبيليتي اللي عليا، فالكاش هيقل فيروح في الكريدت، وكمان البونز بيبل هتقل فتروح في الديبت. طب تعالوا نبدا بالاسهل، البونز بيبل دايما دايما بتسجل بالفيس فاليو. طب الكاش هو جه قال لي ان انت عملت ريدمشن ودفعت فلوس ات 98%، ات 98% يعني انت دفعت 98% في ال 2 مليون، يعني انت دفعت كاش 1,960,000. ده ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2 انا لازم اتاكد يا ترى في بريميوم او في ديسكاونت. بصوا في المساله بيجي يقول لي ان انا عندي اسيوم ان البالانس ان بريميوم اون بونز بيبل از 9000. طيب يبقى انا كده المفروض ان انا عندي بريميوم، انا بتخلص من بونز بيبل، انا بتخلص من اللايبيليتي اللي عليا، فبالتالي كمان هقلل من البريميوم اللي موجود معاها، فالبريميوم كمان هيقل. البريميوم ده لايبيليتي، عشان يقل لازم يروح في الديبت، فانا هقلل البريميوم باني اوديه في الديبت بال 9000 اللي هو محددهم لي. يبقى اول ستيب حطيت الكاش وحطيت البونز بيبل، تاني ستيب حطيت البريميوم اللي هو انا عايز برضو اقلله، تالت ستيب لازم اتاكد يا ترى الديبت قد الكريدت. لو الديبت مش قد الكريدت يبقى انا لازم اتاكد يا ترى انا كسبت في الشراء ده، جالي جين اون بوند ريدمشن ولا جالي لوس. جيت اتاكدت ان الديبت انا في حاجه قيمتها 2,900,000، دفعت انا 1,960,000، يبقى اكيد انا كسبت. كسبت بقد ايه؟ الفرق 2,900,000 ماينس 1,960,000 يعني 49,000 جين اون بوند ريدمشن. طيب كده نمبر بي ونمبر سي احنا عملناهم. نمبر دي بيقول لي prepare the journal entry to record the conversion of bonds into 60,000 shares of $10 per value common stocks. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل conversion. conversion يعني ان انا احول. هنا البونز ليها option ان انا ممكن احولها لcommon stocks. طيب في journal entry ده انا بحب اقول خلينا نشوف ايه اللي جه وايه اللي مشي. انا عملت conversion، انا حولت. حولت من مين لفين؟ حولت من البونز للcommon stocks. يعني مين اللي زاد عندي؟ الكومن ستوكس. ومين اللي قل ومشي؟ هو البونز. فبالتالي تعالوا نعملها في الجورنال انتري. احنا اتفقنا ان البونز بيبل قلت فهتروح في الديبت، دايما البونز بيبل تسجل بالفيس فاليو اللي هو 2 مليون. طيب مين اللي زاد عندي؟ الكومن ستوكس. الكومن ستوكس اللي زادت وقال لي ان هي اتحولت ل 60,000 كومن ستوك، الواحد منه عنده بار فاليو ب $10، واحنا متعلمين ان الكومن ستوك دايما لازم يتسجل بيه البار فاليو، يعني 60,000 تايمز 10 يعني 600,000.
حاجة قيمتها 600,000 أنا أخدت 2 مليون، يبقى الباقي يروح فين؟ في الـ paid in capital in excess of par common stocks. كده احنا عملنا أول exercise، عرفنا ازاي بنعمل الـ journal entry بتاع الـ issuance redemption وكمان الـ conversion. تعالوا نبدأ نعمل exercise number 2. exercise number 2 بيقول W company issued $500,000 of 5 years 8% bond at 97 on January 1, 2017. The bond pay interest annually. In instructions, prepare the journal entry to record the issuance of the bond. Number 2, compute the total cost of the borrowing on these for these bonds. Number B, repeat these requirements in A, assuming in the bond were issued at 105. طيب هو مديني مسألة بيقول لي إن الكومباني باعت بونز الفيس فاليو بتاعته 500,000، عدد السنين الخاصة بيه هو 5 سنين، 8% إيه الـ 8% ده؟ ده الـ interest، ده الـ contract، ده الـ contract interest أو الـ stated interest الخاص بالعقد، ده بياخده كل سنة، إمتى؟ on January 1, 2017، أو هو يعني كل سنة بيدفع الـ interest ده. طيب at 97 اتعلمنا ان اول ما اشوف كلمة at يبقى هي ديت الفلوس يلي باخدها يلي بدفعها ايا كان، المهم ان ده الكاش اللي بيتحرك فيه. فاول حاجة هو عايز مني اعمل الجورنال انتري اوف الاشونس. طيب اشونس يعني بيع، يعني انا جالي كاش مقابل لايبيليتي اتحملت عليا، يعني كاش بونز بيبل. نبدأ بالبونز بيبل الاسهل، انا بسجلها دايما بالفيس فاليو اللي هو 500,000. طيب الكاش انا جايلي كاش كام؟ 97، انا بعت at 97، يعني 97% تايمز ال 500,000، يعني 485,000. طيب كده الديبت مش قد الكريدت، يبقى انا كده حاجه قيمتها 500,000 اخدت انا 485,000 فيها، يبقى اكيد عملت ديسكاونت للبوند هولدر، فبالتالي الديسكاونت اون بونز بيبل بالفرق اللي هو 15,000. طيب نمبر 2، compute the total cost of borrowing for these bonds. يعني بيقول لي انت تحملت قد ايه او اتكلفت قد ايه عشان تستلف. فدي عشان اعملها دايما بحط ايه الـ annual interest payment، انا بدفع total interest قد ايه. هو قايل لي ان انت اخدت interest 8%، 8%، 8% من مين؟ 8% times الـ face value، 8% في الـ 500,000 في السنة الواحدة، 8% في 500,000 يعني 40,000 جنيه او 40,000 دولار، كل سنة بدفع 40,000. طب هو انا عندي البوند ده كام سنة؟ 5 سنين، يبقى انا في الخمس سنين دول بدفعهم بدفع قد ايه total interest؟ 40,000 total interest times 5 سنين، يعني totally 200,000 جنيه، ده الـ total interest. طب كمان انا اتحملت ايه؟ انا كان عندي discount، فالdiscount ده تكلفة اعلى عليا، فهقول بلس الديسكاونت او البوند ديسكاونت اللي هو ال 15,000، يعني التوتال كوست اوف البوروينج هو 215,000. ممكن نعملها بطريقة تانية، اللي هي ممكن نحدد ايه التوتال كاش ريسيفد ماينس التوتال كاش بيمنتس. التوتال كاش ريسيفد انا خدت كاش قد ايه؟ انا خدت 485,000 كاش. طب انا دفعت قد ايه؟ انا دفعت حاجتين، البرنسبل او الفيس فاليو بعد ما الخمس سنين خلصوا، وكمان هدفع الانترست على مدة 5 سنين. طيب اول حاجة البونز بيبل انا المفروض ادفع له 500,000 بعد الخمس سنين، بلس هدفع له التوتال انترست اللي احنا لسه عارفينه اللي هو 200,000، يعني توتالي هدفع 700,000 جنيه. اخدت 485 وبدفع 700,000 جنيه، يبقى انا اتكلفت قد ايه؟ 700 ماينس 485 يعني اتكلفت 215,000 total cost of borrowing. طيب نمبر بي بيقول لي كرر نفس اللي احنا عملناه في نمبر اي، لكن لو انا بعت at 105. طيب احنا اتفقنا بيع يعني جالي كاش وبونز بيبل، بونز بيبل تسجل دايما بالفيس فاليو اللي هو 500,000. طب جالي كاش قد ايه؟ جالي كاش 105% تايمز ال 500,000، يعني 525,000. كده الديبت مش قد الكريدت، انا كده واخده زياده 25,000، الزياده دي اسمها بريميوم اون بونز بيبل. طب تعالوا نشوف التوتال كوست اوف بوروينج لو انا عندي بريميوم. انا عندي annual interest payment 40,000 كل سنة، وانا عندي 5 سنين يعني totally 200,000 جنيه فوائد. طيب انا عندي discount ولا عندي premium؟ لا عندي premium، والpremium بيقلل لي شوية من التكلفة، فهقول minus 25,000 equal the total cost of the borrowing اللي هو 175,000. يبقى لما اجي احدد التوتال كوست اوف البوروينج مع الديسكاونت انا بجمعه مع البريميوم انا بطرحه من الانوال انترست. طيب let's start by exercise 3. exercise 3 بيقول add a company issued $600,000
9% 20-year bond on January 1, 2017 at 103. بيبقى أنا بعت bond قيمته 600,000 جنيه في value 9% interest 10 سنين period وكمان أنا بعته at 103 يبقى أنا أخدت cash 103% times 100,000. The interest is payable annually on January 1. ADOC uses straight line amortization for a bond premium or discount. طيب prepare the journal entry to record the following. أول حاجة ال issuance of the bond. تاني حاجة the accrual of interest and the premium amortization on December 31. The payment number C, the payment of the interest on January 1, 2018. Number D, the redemption of the bond at maturity assuming the interest for the last interest period has been paid and recorded. يبقى هو طالب مني 4 requirements. طيب مبدئيا خلينا نتكلم عن الامورتيزيشن اوف ذا بريميوم اند ديسكاونت. البريميوم او الديسكاونت الاثنين دول يعتبروا تكلفه عليا لان انا كده كده بستلف، فبالتالي البريميوم او الديسكاونت دول لازم اعمل لهم حاجه اسمها امورتيزيشن. امورتيزيشن حاجه كده زي ديبريشيشن، فانا ببدا اقلل من قيمه البريميوم او الديسكاونت ده على مدار سنين البونز بتاعتي. يعني على مدار ال 20 سنه ديت المفروض الاماونت اوف ذا بريميوم لازم اقلله بارت جزء بجزء يعني. طب تعالوا نعمل اول حاجه البيع. انا هنا دلوقتي عندي الايشونس اوف ذا بوندز. ايشونس يعني انا جالي كاش مقابل بوندز بيبل. البوندز بيبل دايما بتسجل بالفيس فاليو يعني بال 600,000. طب انا جالي كاش كام؟ قال لي ان انت خدت ات 103%، يعني 103% في ال 600,000، يعني انا جالي كاش 618,000. طيب 618,000 ديبت وكريدت 600,000، معنى كده ان الديبت مش قد الكريدت وان انا لازم اعمل الفرق اللي هو بريميوم اون بونز بيبل ب 18,000. يبقى التوتال بريميوم اماونت هو كام؟ هو 18,000. طيب نمبر 2 هو عايز prepare the accrual of interest and the premium amortization. طيب اول حاجه اعملها انا لازم اعرف البريميوم امورتيزيشن ده يحصل ازاي. بعمل امورتيزيشن للبريميوم باني اقسم البريميوم اماونت على عدد السنين. انا عندي توتال بريميوم كام؟ 18,000 وعندي عدد سنيني 20 سنه. يبقى عشان اعرف الامورتايزد بارت هعمل ايه؟ هقسم 18,000 على 20 سنه ايكوال 900. كل سنه لازم اقلل من البريميوم ده 900 جنيه لحد ما تخلص ال 20 سنه، فبالتالي انا هوصل ان البريميوم ده ايكوال زيرو. طيب انا البريميوم او الديسكاونت دول لما بعمل لهم امورتيزيشن بعمل لهم امورتيزيشن امتى؟ مع الانترست، وانا جايه اعمل الجورنال انتري بتاع الانترست. طيب تعالوا نتفق، هو انا بعمل دلوقتي الجورنال انتري بتاع ايه؟ الاكرول اوف ذا انترست. الجورنال انتري بتاع الاكرولز هو انترست اكسبنس وانترست بيبل، عشان انا لسه ما دفعتش الكاش لسه هدفع، فانترست اكسبنس وانترست بيبل. طيب اول حاجه نبدا بيها هو الانترست بيبل. الراجل البوند هولدر ده مستني مني انترست قد ايه؟ مستني مني 9% انترست 9% في 600,000، يعني مستني مني 54,000. طيب اتفقنا ان انا لازم اعمل بوند امورتيزيشن. امورتيزيشن ده معناها ان انا بقللها، فالبريميوم يوم ما اجي اقللها اقللها في الديبت ولا في الكريدت؟ اكيد هقللها في الديبت عشان هي لايبيليتي. طيب يبقى هي كل سنه هتقل 900 جنيه. طيب يبقى الانترست اكسبنس قد ايه؟ 53,100 اللي هو 54,000 ماينس 900,000. طيب بعد كده عايز مني البيمنت اوف ذا انترست اون January 1, 2018. طيب الـ payment of the interest هو عبارة عن ايه؟ الـ interest payable اللي انا حملته عليا في journal entry اللي فات وكاش. انا هدفع كام؟ هدفع لراجل اللي هو مستنيني اللي مستنيه اللي هو 9% يعني 54,000 و54,000. طيب عايز number D redemption of the bond لكن at maturity. اتفقنا ان redemption معناه ان انا بروح اروح اشتري تاني الـ redemption، فانا اشتري تاني البونز سوري، فانا بالتالي الكاش بيقل والبونز بيبل كمان بتقل، وطالما ات ماتيوريتي فدايما هما الاثنين بيقلوا ات فيس فاليو. كده احنا عملنا كويك ريفيجن على تشابتر 15 وحلينا على اكتر من اكزامبل. تعالوا نبدا تشابتر 17 ونفتكر هو كان بيتكلم عن ايه. هو كان بيتكلم عن الكاش فلو ستيتمنت، والكاش فلو ستيتمنت في الاول تعالوا نفتكر هي ايه الفورمات بتاعتها. كانت بتبدا اول حاجه بالكاش فلو فروم الاوبريتنج اكتيفيتيز بلس الكاش فلو فروم الانفستنج اكتيفيتيز بلس الكاش فلو فروم الفاينانسنج اكتيفيتيز عشان اوصل في الاخر للنت انكريز او ديكريز ان كاش. اجمع عليه الكاش بيجيننج عشان اوصل للاندنج كاش بالانس.
طيب أول حاجة الـ cash flow from الـ operating activities هي أي فلوس inflows أو outflows خاصة بالـ operations، خاصة بالـ current assets، خاصة بالـ current liabilities، خاصة بالـ income statement activities. فبالتالي الـ cash flow from الـ operations ديت هي أي items خاص بالـ operations بتاعة الشركة. طيب cash flow from الـ investing activities أي inflows أو أي outflows خاصة بـ long term assets، sale أو purchase of long term assets زي الـ building، زي الـ land، زي الـ equipment، زي الـ machines، وكمان الـ loans أي receive أو أي payment للـ loans. طيب تالت حاجة الـ cash flow from الـ financing activities هي أي inflows أو أي outflows خاصة بحاجتين، بالـ bonds وبالـ stocks، أي بيع وأي شراء خاص بـ bonds أو stocks، وكمان الـ dividends paid. لو انا عندي dividends paid، فال dividends paid ديت هي تعتبر outflow من ال cash financing او ال cash flow from ال financing. لكن لو ال لو ال dividends ديت revenues، ال dividend revenues بتتحط في ال operating activities. طيب اخر حاجة خالص انا لازم انوه ان في حاجة عندي اسمها non cash investing and financing activities. اي investing or financing activities ببدأ اشتري وبيع فيهم لكن without cash effect، ما بقصرش على الكاش، ما فيش كاش، انا بشتري equipment عن طريق ببيع bonds، بشتري ببيع البوند بتاعي بان انا اروح اخد ابدل مكانه بلاند وهكذا. طيب الـ cash flow from الـ operating activities ممكن يتعمل بطريقتين، يا اما direct method يا اما indirect method. تعالوا دلوقتي نشوف الفرق ما بين الاثنين واحنا بنحل. اول حاجة في اول exercise بيقول لي here are comparative balance sheet، مديني فيلو كومباني balance sheet 2016 و2017 ومديني additional information. ايه الـ instructions؟ prepare the statement of cash flow from 2017 using the indirect method. الـ indirect method اول حاجة انا ببدأ بيها في الـ cash flow from الـ operations ان انا احط الـ net income عندي، ببدأ احط الـ net income وبعد كده اعمل عليه reconciliation، اعمل عليه adjustments. طيب تعالوا نشوف، اول حاجة انا حطيتها هو الـ cash flow from الـ operating activities، اول حاجة هي الـ net income. طيب الـ net income كان عندي بكام؟ اكيد الـ net income مش بيكون موجود في الـ balance sheet، ده بيكون موجود في الـ income statement. فهو مش مديني income statement بس مديني additional information، حطيت لي فيها ان الـ net income عندي بـ 93,000، يبقى اول حاجة حطيتها الـ net income 93,000. طب ايه الـ adjustment اللي انا المفروض اعملها عليه؟ تعالي نشوف. اول حاجه في البالانس شيت ببدا اشوف ايه التشينج اللي حصل وايه اللي هيبدا يدخل معايا. دايما زي ما اتفقنا بنبص على الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتيز والايتيمز اللي موجوده في البالانس شيت اللي المفروض ما تبقاش موجوده. طيب اول حاجه عندي الاكونتس ريسيفبل، اكونتس ريسيفبل كانت 76 وبقت 85، يعني ايه اللي جرى لها؟ اكونتس ريسيفبل زادت. طيب معنى كده زادت، هي زادت ب 9000. accounts receivable يعني ايه؟ تزيد، تزيد يعني انا بعت on accounts. طب في كاش دخل جيبي؟ لا مفيش اي كاش زاد، فبالتالي اي increase في accounts receivable على طول هعمله بالماينس، وعكسها اي decrease في accounts receivable، اي decrease اي لما accounts receivable تقل دي معناها ان انا خدت فلوس، فبالتالي هحطها بالبلس. بس هنا انا عندي accounts receivable زادت، فبالتالي انا ما دخليش اي كاش، عشان كده انا حطيتها بالنيجاتيف، يعني النت انكم ماينس الانكريز ان اكاونتس ريسيفبل. طيب تعالوا نبص تاني حاجه، الانفنتوري، الانفنتوري كانت ب 189 وبقت ب 170، يعني ايه اللي جرى لها؟ قلت، قلت بكام؟ ب 19000. طيب inventory decreased دي معناها ايه؟ معناها ان انا بعتها، بعتها يعني اكيد جالي فلوس، يعني cash inflows، يعني بالبلس، بلس 19000. طيب تالت حاجة land equipment، كل الكلام ده long term assets انا المفروض احطه في الانفستمنتس، انا عايزة دلوقتي اركز على الاوبريشنز. طيب accumulated depreciation، depreciation expense ده مهم وبيتحط في الانكم ستيتمنت لكنه non cash expense، يعني لو موجود وهو فعلا موجود في النت انكم انا لازم اشيل اثره. طيب انا عندي الاكيوميليتد ديبريشيشن او ديبريشيشن اكسبنس كانت ب 32 وبقى ب 66، معنى كده معنى كده انه انا الديبريشيشن اكسبنس زاد ب 34000. طيب الديبريشيشن اكسبنس وانا في الدايركت ميثود وانا في الاندايركت ميثود لازم اعمله بلس، ليه؟ لان الديبريشيشن اكسبنس ده نون كاش اكسبنس، فعشان الغي الايفكت بتاعه على طول هحطه بالبلس، بلس 34000. طيب
بعد كده عندي accounts payable كان 47 وبقى 39، معنى كده ال accounts payable قلت ب 8000. ولما ال accounts payable تقل ده معناه ان انا دفعت الفلوس اللي عليا، so يعني بالنيجاتيف نيجاتيف 8000 عشان انا خرجت فلوس من جيبي. طيب bonds payable common stocks كل الكلام ده بيعتبر تبع الفاينانسنج. احنا كده خلصنا ال part of the cash flow from the operating activities، عملت ايه؟ حطيت النت انكم وجمعت وطرحت كل الايتمز الخاصه بالcurrent assets current liabilities والdepreciation. انا عندي depreciation دايما في الindirect method بعمله بالplus، هو وبين هو واللوسز فروم ذا سيل، loss from the sale او depreciation expense على طول بيتحط بالplus، لكن لو انا عندي gain on sale بطرحه على طول بحطه على طول بالماينس. طيب كده ناقص ايه في الكاش فلو؟ ناقص لي الكاش فلو from الانفستنج والكاش فلو from الفاينانسنج اكتيفيتيز. طب تعالوا نشوف، اول حاجه عندي هنا اللاند، في لاند كانت ب 100000 وبقت ب 75000، دي قلت، معناها ايه انها تقل؟ معناها اكيد ان انا بعت البارت من ذا لاند. طيب لازم ادور على الاديشنال انفورميشن اللي تقول لي انا عندي اللاند ديت انا بعتها بكام. طيب نت انكم، كاش ديفيدنس، الكاش ديفيدنس دي تبقى موجوده في الفاينانسنج بارت، بونس بيبل اماونتنج وريديم ده برضه فاينانسنج بارت، كومن ستوكس financing part. Number 5 no equipment sold during 2017 but land was sold at cost. يبقى انا بعت اللاند بقد ايه؟ بعتها بالكوست بتاعها، هو الكوست بتاعها كان قد ايه؟ انا كان عندي 100 وبقت 75، يعني قلت كام؟ قلت ب 25، يبقى ده الكوست بتاعها، يبقى انا المفروض هبيع اللاند بالكوست اللي هو ب 25000 جنيه، يبقى هحط في الكاش فلو فروم الانفستنج اكتيفيتيز سيل اوف ذا لاند الفلوس اللي جات لي اللي هو 25000. طيب بعد كده كان عندي اكويبمنت، الاكويبمنت كانت ب 200 وبقت ب 270000، معنى كده ان هي حصل لها ايه؟ زادت، زادت ليه؟ اكيد اشتريت. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ نو اكويبمنت واز سولد خلال 2017، لكن اكيد في اكويبمنت اشتريناها. طيب انا اشتريت الاكويبمنت، اشتريت الاكويبمنت دي بقد ايه؟ كده اشتريتها ب 70000، يبقى البيرتشيز اوف ذا اكويبمنت ب 70000. طيب كده انا عملت الاكويبمنت واللاند، في اي حاجه تاني؟ لا. طيب احنا كده خلصنا كل الكاش فلو فروم الانفستنج. طب تعالوا نشوف البونس بيبل، البونس بيبل كانت ب 200000 وبقت ب 150000، ليه؟ هو ايه اللي جرى لها؟ بيقول لي ان عندي بونس بيبل اماونتنج 50000 وير ريديمد فور كاش 50000، يعني ايه ريدمشن؟ انا روحت اشتريت تاني البونس بيبل، فبالتالي انا خرجت من جيبي فلوس عشان عملت ريدمشن، يعني اوت فلو، يعني ماينس 50000 جنيه في الفاينانسنج اكتيفيتيز. طيب وبعدين لقيت الكومن ستوكس، عندي الكومن ستوكس كانت 174 وبقت ب 216، يعني زادت، زادت بقد ايه؟ هنا بيقول لي ان الكومن ستوكس ووز ايشد فور 42000 كاش، يبقى انا رحت اشتريت كمان كومن ستوكس بقد ايه؟ ب 42000 جنيه اللي انا رحت دفعتهم عشان اشتري بيها الكومن ستوكس. طيب كده احنا خلصنا البارت ده، خلينا ندخل على اديشنال انفورميشن اللي هي ايه؟ عندي كاش ديفيدنس 35000 were declared and paid، الكاش ديفيدنس paid على طول بتتحط في الفاينانسنج اكتيفيتيز، فبالتالي انا حطيتها في الفاينانسنج بارت اللي هو payment of cash dividends ب 35000. طيب بونس بيبل خلاص احنا عملناها، كومن ستوكس كمان عملناها، والاكويبمنت كمان عملناها، احنا كده خلصنا كل الكاش فلو. فتعالوا نشوف التوتلز هيبقى عاملين ازاي، احنا جبنا التوتال كاش فلو فروم الاوبريتنج زي ما اتفقنا، بعد كده هنجمع كل البارت بتاع الانفستنج والانفستنج فاينانسنج، عندي فروم الانفستنج سيل اوف لاند ب 25 وبيرتشيز اوف اكويبمنت بنيجاتيف 70، ليه نيجاتيف؟ عشان اكيد انا اشتريت فحصل اوت فلو، انا اللي خرجت من جيبي، يعني بالماينس، فبالتالي التوتال او النت كاش هو نت كاش يوزد ب 45000 بالنيجاتيف. كمان في الكاش فلو فروم الفاينانسنج انا طلع عندي الناتج ب 43000 بالنيجاتيف، يبقى هجمع الكاش فلو فروم الاوبريشنز بلس الانفستمنت بلس الفاينانسنج هوصل للنت انكريز 41000، هجمع عليها الكاش بيجننج اللي هو جبته منين؟ اللي هو جبته من الاندنج بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 22000، هوصل لان انا عندي اندنج كاش بالانس ب 63000، وهو فعلا اللي موجود عندي هنا في الاندنج بارت بتاع 2017.
طيب بصوا ال exercise 3 بيقول the following information is available for young corporation. عندي capital expenditures. ويعني ايه capital expenditures؟ capital expenditures يعني كل الفلوس اللي انا بدفعها to acquire or to improve long term assets ب 115. cash dividends 75. cash provided by operations 220. net income و sales. compute young free cash flow. ايه free cash flow ديت؟ هي equation تبقى عبارة عن ايه؟ تبقى عبارة عن cash flow from the operations minus the cash dividends minus the capital expenditures. يبقى تاني cash flow from cash flow from the operations minus cash dividends minus capital expenditures هيديني free cash flow. فعلا حطيت ال 220,000 minus ال 115 capital expenditures minus ال 75 cash dividends اداني 30,000 free cash flow. طيب الاكسرسايز اللي بعده اللي هو 17.3 بيقول ايه؟ مديني income statement و additional information. طيب prepare the operating activity section of the statement of the cash flow using the direct method. طيب هعمل كده ازاي؟ using the direct method. ال direct method هي عبارة عن ايه؟ equations. اربع equations بتسهلي عشان اعرف ال ending cash balance. واكيد ال equations دي بتبقى موجودة بس في ال cash flow from the operating activities. لان ده هو اللي بيختلف ما بين ال direct وال indirect. غير كده ما بيختلفش. طيب ايه الاربع equations؟ اول equation هو ال cash receipts from the customers. تاني equations ال cash payments to the suppliers. تالت equation هو ال cash payment to the operating expenses. ورابع equation هو ال cash payment to the taxes. اول part ال cash receipts from the customers. ال cash receipts from the customers هي عبارة عن ايه؟ ال sales revenues deduct او minus any increase in accounts receivable أو plus any decrease in accounts receivable. طب تعالوا نبدأ. هو إيه sales revenues؟ 7,700,000. طيب تعالوا نشوف إيه اللي جرى في accounts receivable. أكيد هو accounts receivable في balance sheet، فهو مش مديني balance sheet، فمديني additional information ليها. بيقول لي إن accounts receivable increased ب 200,000 جنيه. طالما accounts receivable increased دي معناها إن أنا رحت بعت product لكن on accounts. في فلوس دخلت جيبي؟ لأ. فبالتالي انا هعملها بالماينس. يبقى 7,700,000 sales revenues minus 200,000 increase in accounts receivable. يعني total cash receipts from the customers هي 7,500,000. طيب تاني حاجة عايز اعملها هي cash payment to suppliers. cash payment to suppliers هي عبارة عن ايه؟ cost of goods sold minus any decrease in inventory او plus any increase in inventory minus any increase في الـ accounts payable أو plus any decrease في الـ accounts payable. طب تعالوا نشوف الـ cost of goods sold. cost of goods sold totally كانت كام؟ 4,900,000. طيب مين كمان بيتأثر معاها؟ الـ inventory والـ accounts payable. أنا عندي الـ inventory decreased بـ 500,000 والـ accounts payable to suppliers decreased برضو بـ 340,000. طب تعالوا نشوف الـ equation. عندي 4,900,000 cost of goods sold والاكاونت والانفنتوري decreased. يعني ايه الانفنتوري decreased؟ انفنتوري decreased معنى كده ان انا بعتها، فاكيد دخل لي فلوس. طيب decrease in accounts on decrease in inventory فعلا انا بعتها، فبالتالي انا دخل لي فلوس لكن ما صرفتش فلوس. انا هنا بدور على الكاش payments to suppliers. يا ترى انا صرفت فلوس فبالتالي هيزيد البيمنتس ولا ما صرفتش؟ انا هنا ما صرفتش، انا هنا جالي فلوس، فبالتالي هعمل ديدكت لي الديكريز ان الانفنتوري. طيب بعد كده عندي الاكونتس بيبل كمان ديكريزد. اكونتس بيبل ديكريزد يعني ايه؟ اكونتس بيبل ديكريزد معناها ان انا رحت دفعت الفلوس، يعني صرفت من جيبي فلوس، وبالتالي انا هعمل اديشنز. اديشن للديكريز ان اكونتس بيبل ايكوال الكاش بيمنت تو سبلايرز. نمبر 3 ال cash payment for the operating expenses. ايه ال equation بتاعتها؟ ال equation بتاعتها هي ال operating expenses لكن من غير ال depreciation plus any increase in the prepaid expense و plus any decrease in accrued expenses والعكس minus اي decrease في ال prepaid expenses minus اي increase في ال accrued expenses. طيب تعالوا نشوف هو ايه اللي حصل في المسألة. يعني عندي operating expenses بمليون 150,000. طيب ال prepaid expenses increased ب 150,000 وال accrued expenses decreased ب 100,000.
والoperating expenses include depreciation of 70,000. أنا عندي depreciation دي هي non cash expense، فبالتالي ما ينفعش الoperating expenses تبقى جواها depreciation. عشان كده أول حاجة هعملها إن أنا هطرح depreciation من الoperating expenses، يعني 1,150,000 operating expenses minus 70,000 depreciation، يعني 1,080,000. طيب أنا عندي prepaid expenses زادت، فبالتالي هعمل لها plus. ليه زادت فأنا هعمل لها plus؟ prepaid expenses معناها ايه؟ فلوس مقدم انا بدفعها، لما الفلوس المقدم دي تزيد يبقى انا اكيد دفعت فلوس، فبالتالي هقول plus any increase in prepaid expenses و minus اي plus كمان انا عندي accrued expenses payable كمان قلت، فبالتالي انا هعمل لها addition، ف plus 100,000 كمان يعني totally 250,000. طب عشان انا اوصل للكاش payment for the operating activities هعمل ايه؟ هقول الكاش total cash received minus total cash payments، يعني في الاخر 1,330,000. طب ليه ما عملتش التاكسز؟ لانه ما فيش اصلا تاكسز انا عندي هنا، ما فيش عندي income tax، فبالتالي مش هعمل التاكس expense equation. طيب تعالوا نبدأ بينا نعمل midterm exam عشان نعمل revision على before and midterm. طيب before the midterm exam انا كان before the midterm كان عندي 3 chapters، فتعالوا نحل بسرعه الميدترم exam عشان نعمل quick revision على قبل الميدترم. طيب قبل الميدترم كان عندي اول حاجه بدانا بيها true or false. number 1 the partnership agreement should specify relationships among the partners such as the basis for sharing net income or net loss. دي true ولا false؟ دي أكيد true. ليه؟ لأن الـ partnership agreement المفروض إن هو يحدد لي كل حاجة خاصة بالـ partners، اسم الـ partners هياخدوا كام، ايه الـ net income share بتاع كل واحد منهم، لو في net loss هيقسموه ازاي، فأكيد الـ statement ديت هي true. number 2 when forming a partnership each partner's initial investments in a partnership is entered in the partnership records at the book value of the assets at the date of their transfer to the partnership. اكيد false. ليه؟ لان انا لما باجي ادخل الانفستمنتس بتاعت each partner بدخلها according to the fair value وليس البوك فاليو، يبقى هنا غلط. ليه؟ عشان انا هنا المفروض احط at the fair value وليس البوك فاليو. طيب number 3 in the final step in liquidation phase of a partnership the partnership distributes the remaining cash to the partners on the basis of their share in income. false طبعا. ليه؟ لان في الفاينل ستيب في liquidation phase انا الريميننج كاش ده بيتوزع مش on the basis of the share income لكن على according to the ending cash balances بتاع each partner. يبقى الغلط هنا فين؟ مش على the basis of the share capital لكن according to the ending balance بتاع each partner. طيب number 4 if the partner with a capital deficiency pays the amount owed to the partnership the deficiency is eliminated. اكيد true. انا دلوقتي لو في عند واحد عند من البارتنرز عنده عجز في الفلوس، فاكيد لو دفع العجز ده فالليابيليتي اللي عليه او الديفيشنسي اللي عليه اكيد هيحصل لها elimination، فاكيد ديت true. طيب number 5 if a partner with a capital deficiency is unable to pay the amount owed to the partnership the partners with a credit balance must absorb the loss the partnership allocates the loss on the basis of the income ratio that exists between the partners with the credit balances. طبعا اكيد true. ليه true؟ لان اي حد عنده deficiency ومش قادر ان هو يدفع الفلوس اللي عليه ال other partners المفروض يتحملوا ال deficiency اللي على الـ الشخص ده. طب هيتحملوها according to ايه؟ according to the profit and loss income profit and loss ratios او ال income ratios اللي متفقين عليها في ال agreement بتاع ال partnership. طيب number 6 the main characteristic that distinguish the corporation from the proprietorship and the partnership are limited liability of the stockholders transferable ownership and limited life. اكيد طبعا false. ليه؟ عشان بس ال limited life، ال corporation ليها unlimited life وليس limited life. number 7 بتقول ان the firms can issue stocks directly through an investment banking firm.
اكيد فولس، لان الفيرم كان دايركتلي ايشو الستوكس عن طريق الشركه ذات نفسها، او اندايركتلي عن طريق الانفستمنت بانكينج فيرم. فالايشو ديت مش دايركتلي، لا دي اندايركتلي. نمبر 8، The board of director indicates the amount of the stocks that a corporation is authorized to sell. طبعا false، ليه؟ لأن ال government هي اللي بتحدد the number of the authorized bonds أو authorized stocks. Number 9, interaction between the buyers and the sellers determines the market price per stock. شو طبعا العرض والطلب على ال stocks هي اللي بتحدد قد إيه أنا هحط في ثمن أو سعر بيع لل stock ده. طيب number 10, all states require a par value per stock for a capital stock. اكيد false، مش كل ال states بتستخدم ال par value، في states كتيرة جدا ما بتستخدمش ال par value ده. Number 11, when issuing stocks for non-cash assets, the assets can be debited with the fair value of the issued stocks. True، لما انا اجي ابيع non-cash assets، ابيع stocks for non-cash assets، اول option بدور عليه هو ال fair value of the assets received. طب ما لقيتوش، هدور على ال fair value بتاع ال issued stocks. طيب number 12, the authorized stocks are the minimum number of the stocks a corporation can sell. false طبعا، ليه؟ لان ال authorized stocks هي ال maximum number of the stocks. طيب number 13, the amount of cash dividends liability is recorded on the date of record because it is on the date the persons or entities who will receive the dividends are identified. false طبعا، ليه؟ لان انا ما بعملش اي entry في ال date of the record. ال date of the record ده بيبقى فيه no entry، ليه؟ لان فيه بس بيتحدد عدد الناس اللي بيبقوا عايزين ياخدوا ال dividends، وما بعملش فيها اي accounting issue يعني. طيب number 14, a 10% stock dividend will increase the number of stocks outstanding but the par value per stock will stay the same. true طبعا، لان ال stock dividends بتأثر على ال number of ال outstanding، بتعليها بتزودها، لكن لا بتأثر على ال par value ولا بتأثر على ال market value خالص. طيب فدي true. number 15, 3-for-1 common stock split will increase the total stockholders' equity but reduce the par value or a stated value per stock of common stocks. أكيد false، ليه؟ لأن ال stock split بتreduce ال par value، بتreduce ال market value per stock، لكن ما بتزودش خالص ال total stockholders' equity، بس بتزود ال number of ال common stocks outstanding. يبقى ال stock split بتزود من عدد ال stock outstanding وبتقلل من ال par او ال market value، لكن مش بتأثر نهائيا على ال total stockholders equity. Number 16, net income of a corporation should be closed to retained earnings and the net losses should be closed in او to paid in capital. اكيد false، ليه؟ لان النت انكم والنت لوس الاثنين بيحصل لهم closing في ال retained earnings. Number 17 بتقول retained earnings statement show the same information as corporation's income statement. false طبعا، ال information اللي موجودة في retained earnings statement غير خالص اللي موجودة في income statement. Number 18, detailed stockholders equity section in the balance sheet will list the names of individuals who are eligible to receive dividends on the date of record. false طبعا، ليه؟ لان انا ما بحطش خالص اسامي ال individuals اللي هياخدوا ال dividends، انا بس بحط ال dividends paid. Number 19, return on common stockholders equity is computed by dividing net income by ending stockholders equity. اكيد false، return on equity هو عبارة عن ال net income minus ال preferred stocks dividends over ال average stockholders equity. ال average دي اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي ال beginning stockholders equity plus ال ending stockholders equity over 2. طيب number 20, earning per share are calculated by dividing net income by the weighted average number of stocks of preferred stocks and common stocks. false طبعا، لان ال earning per share بيتحسب عن طريق ان انا بقسم ال net income minus ال preferred dividends over ال weighted average number of common stocks outstanding. بس ال number of ال preferred stocks انا مش باخده خالص. طيب كده احنا عملنا ال part of the true and false، تعالوا نبدأ نعمل ال multiple choices.
choose. Number 21, MOTS is admitted to the partnership with the 25% capital interest by cash investments of 90,000. If the total capital of the partnership is 390,000, ديت 390,000 يا جماعة مش 390,000 وتسعة 390,000 before admitting MOTS. The bonus to MOTS is أنهي واحد منهم؟ هو MOTS عمل إيه؟ MOTS حصل له admission to the partnership. هو عايز target interest 25% وهو حط investments 90,000 جنيه. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي the total capital of the existing partner. الكابيتال بقى قبل ما موت يجي يدخل كان 390,000. طب موت عمل investment بقد ايه؟ عمل investment ب 90,000. يبقى total capital of a new partnership كام؟ 390 plus 90 يعني 480,000. طيب موت طالب 25% times the total capital يعني طالب 120,000. هو عامل investment قد ايه؟ هو عامل investment ب 90,000 لكن طالب ازيد، طالب 120,000. يبقى ال 30,000 ديت تتوزع او البونص ده يروح لمين؟ بونص تو مات. يبقى نمبر A 30,000. نمبر 22 on April 20 capital balances are Ross 300,000, Elise 250,000, Jan 250,000. The income ratios are 20-20-60 respectively. Ross decides to retire from the partnership. عايز يمشي من البارتنرشيب. The partnership pays Ross 250,000 cash for her interest. After Ross retirement, what is the balance of Jen capital account? يبقى عند ثلاثة partners واحد منهم عايز يمشي فهو ماشي أخد 250,000 cash من partnership assets. فبالتالي عايز أشوف البونس هيروح لمين. انا كان عندي الكابيتال بالانسز بتاعه عشان اعمل كده اطرح الكابيتال بالانسز اوف ريتايرنج بيرسون ماينس الكاش بيد تو هيم تو ذا ريتايرنج بيرسون. طيب انا كان عندي روس حقها كام؟ حقها 300,000. طيب هي اخذت كاش كام؟ اخذت كاش 250,000. يعني في 50,000 بونص هيروح للاذر بارتنرز. يعني كابيتال روس هتقل ب 300,000 مقابل الكاش اللي أقل من البارتنرشيب 250,000. الخمسين ألف تتقسم إزاي على other partners according to the income ratios بتاعتنا. إليز وجن، إليز كان عنده 20% وجن 60%. يبقى الخمسين ألف الفرق هيتضرب في 20% على 80% بتاعت إليز، وعند جن هقسم 60% over 80% يعني 12,500 و37,500. يبقى تعالوا نشوف جن كان عندها كام. جن كان عندها 250,000 وزاد الكابيتال بتاعها ب 37,500 يعني توتال كابيتال تو جن 287,500. طيب اللي بعديها زيها بالظبط on April 20 capital balances عندي روس وعندي إليس وعندي جن والإنكم ratios 20-20-60. روز retires أو decides to retire. روز المرة دي روس هي عايز تمشي. The partnership pays روس. البارتنرشيب دفعت لروس 350,000 cash from her for her partnership interest. طيب تعالوا نشوف هي البونس هيروح لمين. روس حقها كام؟ روس حقها 300,000. هي خدت كاش كام؟ اخدت كاش 350,000. معنى كده ان هي خدت 50,000 جنيه زيادة. اكيد البونس ده هيروح ليها. يبقى هي خدت كاش 350,000 والكابيتال 300,000. يبقى 50,000 دي مين يتحملها؟ الـ other two partners يتحملوها according to the income ratios. It is 20% وجان 60%. يبقى إليس 50,000 في 20% على 80% وبرضو جان 50,000 في 60% على 80%. يعني المرة دي إليس كابيتال هو 250,000 بيجانينج ماينس ال 12,500 اللي اتحملها. يعني نمبر 237,000 نمبر بي. طيب 24 بتقول ايه؟ F and H sell to M a third interest in the FH partnership. M will pay F and H each 140,000 for admission into the organization. Before this transaction, F and H show capital balances ب 210 كل واحد فيهم. طب ايه journal entry to record the admission of M؟
تعالوا نعمل اول حاجه الجورنال انتري. طالما انا بروح هيحصل ادمشن عن طريق ان هو يشتري من الاذر بارتنرشيب، سو بشوف ايه الكابيتال اللي زاد وايه الكابيتال اللي قل. اكيد كابيتال ام زاد، زاد بقد ايه؟ بتلت كل واحد منهم. طيب تلت كل واحد منهم يعني ايه؟ يعني اف كابيتال هيقل ب210 تايمز التلت، يعني هيقل ب70,000، وبرده هان كابيتال او اتش كابيتال هيقل ب70,000. سو الكابيتال بتاع ام هيزيد بقد ايه؟ ب140,000. طيب يبقى do not show debit to cash، لان ولا واحده منهم تنفع. طيب نمبر 25، جال اند سميتا هاف بارتنرشيب كابيتال اكاونت بالانسز بمليون و56,000 و792,000 respectively and share profits and losses equally. سيرا is admitted to the partnership by investing 440,000 جنيه for 1/4 ownership interest. The balance of Samita's capital accounts after Sierra is admitted قد ايه؟ انا عندي total capital of existing partner قد ايه؟ كان عندي total capital 1,056,000 plus 792، يعني totally 500 totally 1,848,000. طيب سيرا هتدخل investment بقد ايه؟ هتدخل 440,000 cash. طيب يعني total capital 2,288,000. طيب هي سيرا طالبه قد ايه؟ طالبه fourth ownership، يعني ربع تايمز ال 2,880,000، يعني الكابيتال بتاع سيرا اللي هي طالباه target capital 572. طيب سيرا كابيتال هتزيد بال 572 مقابل ان هي دخلت كاش 440,000. يبقى الفرق مين يتحمله؟ الفرق يتحمله الاذر تو بارتنرز اللي هم جال وسميتا، هيبقسموا كل حاجه ما بينهم ايكوالي. سو 132,000 اللي هو الفرق ما بين ال 440 وال 572 تايمز ال 50 وهنا تايمز ال 50. يبقى لما نيجي نشوف سميتا ايه اللي جرالها، سميتا كان عندها كابيتال اصلا ب 792,000، بعد كده قل ب 660، يعني التوتال كاش اندنج بالانس ب 726. طيب نمبر 26، in liquidation balances prior to the distribution of cash to the partners are: عندي cash ب 204,000، P capital ب 112، S capital ب 104، K capital ب 12,000 deficiency. The income ratios 6:2:2 respectively. How much cash should be distributed to S if King does not pay his deficiency؟ اتفقنا في الليكويديشن لو الراجل اللي عنده ديفيشنسي مش قادر يدفع، مين يتحمل؟ الاذر تو بارتنرز، ويتحملوا اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو الانكم ريشيز. يبقى بالتالي الكابيتال بتاع كينج هيقل. ليه؟ لانه هو الديفيشنسي خلاص كمان هتقل، عشان كده حطيت الكابيتال. معلش هو الكابيتال بتاع كينج هيزيد لانه هو كان عنده ديفيشنسي اصلا، فالحل ان انا احط في الديفيشنسي دي في الكريدت. طيب مين هيتحمل ده؟ الـ other two capital اللي هما P و S، هيتحملوها according to ايه؟ الـ income ratios. P عنده 6 و S عنده 2، فبالتالي لما اجي اقسم فهتبقى 6 على 8 و 2 على 8 times الفرق اللي هو 12، التكلفة اللي عليه اللي هي 12,000، يعني 9,000 و 3,000. طيب تعالوا نشوف الكاش هيدفع ازاي. انا بدفع كاش للـ التو بارتنرز اللي مكملين معايا according to the ending balances. طيب فلما نيجي نحسب ال ending balances هنلاقي ان كل واحد P هياخد 103 و S هياخد 101,000، وهو عايز ال S هيتحمل هياخد قد ايه؟ فهي 101,000. طيب 27، the net income of Travis and Tucker partnership is 125,000. The partnership agreement specifies the profits and losses will be shared equally after salary allowances of 100,000 to Travis و 150,000 to Tucker have been allocated. At the beginning of the year, Travis capital account had balance 250,000 و Tucker's capital account كان عنده 325,000. What is the balance of Tucker's capital at the end of the year after the profit and losses have been distributed؟ طب تعالوا نشوف احنا عملناها distribution ازاي. انا كان عندي اصلا net income بكام؟ net income ب 125,000. طيب ال 125,000 ديت اول حاجة عملتها ان انا وزعت salaries، والsalaries ديت 100,000 لترافيس و 150,000 لتاكر، يعني 250,000 جنيه.
ايه ده انا عديت النت انكم بكتير، يبقى عادي هشوف. انا كان عندي نت انكم ب 125 الف، وزعت عليهم بس 250 الف، يعني في 125 الف deficiency. deficiency دي لازم هما الاثنين يتحملوها. يتحملوها according to ايه؟ يتحملوها according to ال income ratios، وهما بيقسموا كل حاجة عليهم 50-50، يعني واحد هيتحمل 62500 والتاني برضه هيتحمل 62500. so تعالوا نشوف كل واحد منهم اخد قد ايه capital. ترافيس اخد 37500 وتاكر اخد 87500. طيب يبقى تاكرز كابيتال قد ايه؟ هشوف البيجيننج كابيتال بتاعه الاول. هو تاكر كان عنده 150 الف. طيب تاكر كان عنده اكاونت بالانسز 325 الف، وزاد ب 87500، فبالتالي التوتال كابيتال بتاع تاكرز 1,412,500. طيب نمبر 28، كوربريشن از اوثورايز تو ايشو 5000 ستوكس نو بار بريفيرد ستوكس اند 10000 ستوك ال اي 5 دولار بار 5 بار فاليو كومن ستوكس. اون جون 5 ات ايشود 400 ستوكس of preferred stocks وكمان 70 at 70 دولار at 70 ال اي سوري بير ستوك. The journal entry is، انا دلوقتي عملت ايه؟ انا بعت 400 ستوك من ال preferred stocks، الواحد بعته ب 70، يعني الكاش جاي لي بكام؟ 400 times 70 يعني 28000. وال preferred stocks قايل لي اي حاجه ان كان عندها par value او com او stated value؟ هو هنا قال لي ان authorized to issue 5000 stocks no par preferred stocks، يبقى ملهاش par value. يبقى بالتالي انا لما اجي ابيعها وانا ما عنديش par وما عنديش stated، اكيد هبيعها بالكاش اللي دخل لي هو 28000. طيب number 29، corporation issued 2000 stocks no par common stocks for land recently advertised for 30000. These stocks have stated value of $5 5 LE per stocks and are actively traded at $50 per stock. The journal entry is، انا عملت ايه؟ انا دلوقتي بعت stocks لكن مش بفلوس، انا بعته for land، فبالتالي مين اللي زاد عندي؟ اللي زاد عندي land. land زادت بكام؟ هشوف دلوقتي. ومقابل كده مين كمان راح انا بعتها له؟ هو ال common stocks. طيب تعالوا نبدأ بال common stocks. ال common stocks عندي كام common stocks؟ هو 2000 common stock والواحد كان ب 5، يعني 2000 ب 5 ب 10000. طب اللاند اللي عندي لما اجي ابيع اي حاجه ستوكس مقابل نون كاش اسيتس، فبالتالي انا هشوف الفير فاليو اوف ذا لاند، مش حاططها لي، فهبص على الفير فاليو اوف الستوكس اللي هو 50 دولار. ف 2000 تايمز 50 يعني ب 100000، واكيد الفرق هيروح في ال paid in capital in excess of 4 common stock. طيب number 30، corporation purchased from its stockholders 3000 stocks for its own previously issued 1 LE par value common stocks for 5 LE per stock. The market price is 7 per stock. The journal entry includes debit to treasury ولا دبت تريجري ب 21000، 3 ب 21000، ولا ب 15، ولا ب 6000؟ اكيد انا لما رحت اشتري فاشتريها بالكوست، انا عندي 3000 اشتريت 3000 واشتريت الواحد ب 5. طيب فبالتالي 3000 في 5 ب 15 وكمان الكاش ب 15000. طيب 31، on July 5 corporation purchased from its stockholders 3000 stocks for its own previously issued $1 1 LE par value common stocks for 10 LE per stock. The market price is 5 LE. On August 15 it sold 3000 of these stocks at 20 LE per stock. عايز يعرف ال credit size of the journal entry امتى؟ في August 15. August 15 ايه اللي جرى؟ انا جالي كاش 3000 times 20. طيب وبعت treasury stocks، treasury stocks عندي بكام؟ 30000، والواحد منهم ب 10، فالفرق هيروح في ال paid in capital in excess of in excess from the treasury stocks. طيب number 32، on September 5 corporation purchased from its stockholders 500 stocks for its of its own previously issued 5 LE stated value common stocks
for 7 LE per stock. On December 10, it sold 100 of these stocks at 5 per stock. عايز الجورنال انتري امتى؟ في ديسمبر 10 اللي هو السيل ترانزاكشن. الكمباني سولد 100 من التريجري ستوكس دي وبعت الواحد بخمسة، يبقى انا جالي كاش 100 في 5. ولكن التريجري ستوكس دايما بتتحسب بالكوست، انا تكلفتني قد ايه عشان تيجي، فهبدا اخرجها بالتكلفه. يعني التريجري ستوكس عندي انا بعت 100 والواحد انا كنت شارياه ب 7، يعني 100 في 7 ب 700، وبالتالي البيدنج كابيتال عندي ب 200. طيب ار كابيتال هاز 10000 ستوكس فور 5% 100 LE par value non-commutative preferred stocks and 2000 stocks of the $1 1 LE par value common stocks outstanding at December 31, 2017. There were no dividends declared in 2016. The board of directors declares 110,000 dividends in 2017. What is the amount of dividends received by common stocks? أول حاجة لازم أحط التوتال ديفيدنس اللي هو هيوزعها اللي هي 110,000. بعد كده هشوف هي ديفيدنس بريفيرد ستوكس بحسبها ازاي. بقول 5% تايمز البار فاليو اللي هو 100 تايمز النمبر اوف الستوكس اللي هو 10,000، فبالتالي أنا عندي 50,000 كومن بريفيرد ستوكس ديفيدنس. طب الباقي هيروح للكومن ستوكس أو الجورنال انتري، أنا مع الباقي هيروح فين؟ للكومن ستوكس. طيب 34 بي انك هاز 5000 ستوكس اور اوف 4% ال اي 50 بار فاليو كوميونيتيف بريفيرد ستوكس اند 100000 ستوكس اوف 1 ال اي بار فاليو كومن ستوكس اوت ستاندينج ات ديسمبر 31. The board of directors declared and paid 8000 dividends in 2016. وفي 2017 كان عندي 30,000 dividends declared وpaid. ايه الاماونت اللي هتروح للpreferred وللcommon؟ اول حاجة هحط total dividends في 2016 اللي هي كانت 8,000. طب هشوف هو preferred stocks حقهم كام؟ 4% في 50 par في 5,000 stocks، يعني كل سنة حقهم 10,000. طب احنا وزعنا بس السنة دي 8,000، اكيد preferred stocks كلهم هياخدوها وهيبقى لهم كمان 2000 dividends in arrears. ليه؟ عشان هما commutative. طب لو كانوا نون كوميوليتيف يبقى مش هيبقى ليهم الحق في اي ديفيدنس ان اريرز. طيب في 2017 الكومباني ديكليرد 30,000 ديفيدنس. اول حاجه هتروح لفين؟ هتروح لل 2000 بتاعه الديفيدنس ان اريرز. تاني حاجه هدفع ال 10,000 البريفيرد ستوك ديفيدنس اللي كل سنه حقهم، يعني هيبقى 18,000 للكومن ستوكس ودول هيروحوا على طول ليهم. 35 S company declared 80,000 cash dividends. It currently has 3,000 stock of 7% 100 par value commutative preferred stock. It is 1 year in arrears on its preferred stocks. How much cash will S distribute to the common stocks? طيب أنا كان عندي total dividends 80,000. أول حاجة هودي للpreferred stocks اللي هم قد إيه؟ 7% times the 100 par value times عدد الستوكس الموجود اللي هو 3000. طيب واحنا كان عندنا اصلا في dividends in arrears، فبالتالي هياخدوا الفلوس دي مرتين السنه دي والسنه اللي فاتت، يعني هياخدوا 42,000. طيب والباقي 80 minus 42 equal 38 كلهم هيروحوا للcommon stocks. Number 36 on Jan 1 corporation L corporation had 160,000 stocks of 10 LE par value common stocks. On June 17, the company declared 15% stock dividends on the stockholders' record on June 20. Market value of the stock was 15 LE on June 17. The entry to record the transaction on June 17 was include هتبقى فيها ايه؟ تعالوا نكتب الاول الجورنال انتري. انا كان عندي ستوك ديفيدندز 15%، يبقى 15% تايمز 160,000 تايمز 15 اللي هو الماركت فاليو، يعني انا وزعت ستوك ديفيدندز ب 360,000. طيب بعد كده عندي الكومن ستوكس ديفيدند ديستريبيوتبل اللي هو كام؟ اللي هو 15% تايمز 160,000 تايمز 10، وبالتالي الفرق فيهم هيتحط في البيدنج كابيتال ان اكسس اوف بار
for communist stocks. طيب number 37, P corporation splits its common stocks 2-for-1 when the market value is 80 per stock. Prior to the split, P had 100 stock of 10 LE par value common stocks issued. After the split, the par value هيبقى كام؟ عندي par value 10. فبالتالي أنا عملت stock split 2-for-1 يعني 10 على 2 يعني ال par value الجديد هيبقى ب 5 LE. طيب number 38, the following selected amounts are available for VISO company retained earnings beginning 600, net loss ب300, cash dividends declared ب200, stock dividends declared ب200. عايز ال ending cash, عايز ال ending retained earnings balance. كنت بعمل ازاي ال retained earnings statement؟ كنت بحط ال beginning retained earnings plus اي net income minus اي net losses minus ال cash dividends أو ال stock dividends. فهحط الأرقام ال 1600 beginning minus 300 minus 200 minus 200 equal 900. ليه هنا حطيت minus 300؟ لأن أنا كان عندي net loss فبالتالي هطرحه. Number 39, the following selected amount are available for Ruru company. عندي stockholders equity common ب 360,000, total stockholders equity ب 800,000, sales revenues 400,000, net income 76,000, number of stocks of the common stock ب 40,000, و ال common dividends ب 24,000. Preferred dividends ب 4,000. What is the earning per share? The earning per share equation وهنحفظه هو net income minus the preferred dividends على the weighted average number of the common stocks outstanding. يعني 76,000 minus the preferred stocks اللي هي 4,000 over the number of the outstanding common stocks اللي هو 40,000. طيب number 40, Inc. reported net income of 540,000 during 2017 and paid dividends of 52,000 on common stocks. It also has 20,000 stock of 6% 100 par value preferred stocks outstanding. Common stock equity was 2,400,000 on January 1, 2017 and 3,200,000 on December 31, 2017. The company returned on equity on عايز ال company return on ال equity في 2017. برضو ال ROE ديت equation اللي هي عبارة عن ايه؟ net income minus ال preferred stock dividends على ال average stockholders equity. طب ال average stockholders equity اجيبها ازاي؟ beginning stockholders equity plus ال ending over 2. طيب فانا عندي net income 54,000 minus ال dividends بتاعت ال preferred stocks. هو مش مديهاني رقم لكن انا كان عندي 6% 100 par value 20,000 stock بتاع preferred stocks. هضربهم كلهم في بعض عشان اوصل لل dividends بتاعت ال preferred اللي هي 120,000. يبقى 54 minus 120 على ال weighted average. هو برضو مش مديهوني، هو مديني ال beginning وال ending. فبالتالي انا عملت ال beginning اللي هو 2,400,000 plus 3,200,000 over 2 هوصل لل 15% ROE. كده احنا خلصنا الميدترم اكزام وعملنا كويك ريفيجن على chapter 15 17 والميدترم. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا وربنا معاكم ان شاء الله في الاكزام.